نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا القافلة الطبية العلاجية المجانية لأهالي قرية هور بمركز ملوي. وتضم القافلة العديد من التخصصات، منها الأطفال والبطنة والأسنان والجلدية والقلب وخدمات تنظيم الأسرة، كما يتم تحويل أيضا بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج. القافلة بتضم تخصصات القلب والبطنة والأطفال والنساء وخدمات تنظيم الأسرة والجراحة والجلدية والأنف والأذن والأسنان، بالإضافة لمعمل دم، معمل طفيليات، كشف مبكر عن الضغط والسكر، نظام تثقيف صحي، في تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء لو في إشاعات أو فحوصات تكميلية في المستشفيات أو استصدار قرارات عن نفي الدولة. الخدمة مجانية، معايا صيدلية بيها كل الأدوية الخاصة بالتخصصات اللي زي المذكورة.